أنترا هو يعتبر مثال للبطل أو ممكن نقول البطل الخارق كمان، لأن هو كان عنده طبعاً العرب بيحبوا يبالغوا في القدرات بتاعة الشخص، فإحنا حسيناها إن هي ممكن ناخد الشخصية دي ونحولها لبطل خارق أو شخصية تكون شبه الأبطال الخارقين اللي بنشوفهم في سواء في أمريكا أو في أوروبا أو في اليابان.